اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. غدا ان شاء الله في تمام الساعه 6 ينطلق اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، انا اسف مش اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، حفله ستظهر من خلال هذه الحفله ما حدث خلال 4 سنوات ماضيه منذ ان تولى كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته رئاسه النادي الاهلي وعضويات مجلس اداره النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل بكره؟ الحقيقه كلها مفاجات. ايه اللي هيحصل بكره؟ هيبقى هناك سرد ل4 سنوات من العمل الشاق لمجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه وده هيبقى اعضاء الجمعيه العموميه عارفين الكلام ده كويس جدا، ان ما حدث خلال ال4 سنوات الماضيه يعد اعجاز كبير جدا 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 جدا، لانه كان برنامج متقدم. ما تم عمله من هذا البرنامج او ما تم بالفعل في هذا البرنامج هو تقريبا 100% ويمكن اكتر من 100%، وده اللي هنسمعه بكره ان شاء الله من خلال حفله كبيره جدا هيعرض فيها مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ماذا حدث خلال 4 سنوات ماضيه. وطبعا كالعاده زي ما حضراتكم عارفين هتكون هذه الحفله منقوله على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تشوفوا حضراتكم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل داخل النادي الاهلي او ايه اللي حصل خلال ال4 سنوات الماضيه.